المادة 85. يكون الترشيح لمنصب رئيس الجمهورية وفق الآتي: يدعو رئيس مجلس الشعب لانتخاب رئيس الجمهورية قبل انتهاء ولاية الرئيس القائم في مدة لا تقل عن 60 يوماً ولا تزيد عن 90 يوماً. يقدم طلب الترشيح إلى المحكمة الدستورية العليا ويسجل في سجل خاص، وذلك خلال مدة 10 أيام من تاريخ إعلان الدعوة لانتخاب الرئيس. لا يقبل طلب الترشيح إلا إذا كان طالب الترشيح حاصلاً على تأييد خطي لترشيحه من 35 عضواً على الأقل من أعضاء مجلس الشعب، ولا يجوز لعضو مجلس الشعب أن يمنح تأييده إلا لمرشح واحد. يتم فحص طلبات الترشيح من قبل المحكمة الدستورية العليا، ويبت فيها خلال 5 أيام تلي المدة المحددة لتسجيلها. إذا لم تتوافر الشروط المطلوبة للترشيح سوى بمرشح واحد خلال المهلة المحددة، يتوجب على رئيس مجلس الشعب الدعوة إلى فتح باب الترشيح مجدداً وفق الشروط ذاتها.